الآن مع التطور نتاع هذا الوباء هذا، الآن ضرورة استعمال الكمامة، لازم استعمالها لحفاظ، يعني الإنسان كي يخرج من البيت نتاعو يستعملها. احنا الآن رانا راح نوفروا تقريبا 7 ملايين من الكمامات في الأسبوع، كل أسبوع عندنا 7 ملايين. أنا راح نزور الآن المصنع من مصانع اللي ينتجوا هذه الكمامات، وعلى كل مستوى الوطن والولايات هناك مصانع صغيرة يمكن أنها تنتج هذه الكمامات. الوقاية والعلاج سيأتي مع الوقاية، وبالتالي من هنا إن شاء الله مع هذا التضامن اللي كان قوي بين كل المواطنات في الجانب، يعني مساعدات الأغذية إلى غير ذلك، لازم يكون تضامن كذلك لحماية الحياة.